أول شيء خلي نقرأ المسودة لهذا القانون وبعدين نتناقش به مشاهدينا. باسم الشعب ورئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام الفقرة أليف من البند أولا من المادة 2 صدر القانون الآتي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. المادة 1 يعدل نص المادة 2 من القانون بإضافة الفقرة 3 كالآتي: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية. إخوة هذه الجانبكم، يعني كل واحد هو حر باختياره سواء كان الجانب الشيعي أو سواء كان الجانب السني. با تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص اللي يرد ذكرهم بالفقرة ألف عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية. أعتقد يعني الكلام واضح، اللغط وال يعني المشاكل اللي صارت والاختلافات وثارت الدنيا وما قعدت على هذا الموضوع ليش؟ أعتقد الأمور كلش واضحة. أيضا يلتزم المجلس العلمي بديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي بديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. يعني هذا هم واضح مشاهدينا أنه هذا القانون اللي دا يعدلوه هو مو قانون جديد، هذا القانون أصلاً وضع لمصلحة الشعب، وضع تعديل وضمان لحقوق المواطن. وأيضاً تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين، الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني. أنا أشوفه يعني والله يعني العدالة جداً واضحة، ما أعرف الناس منين بتجيب حشيها. مشاهدين أكو فيديو طبعاً فعلاً هو كارثة، كارثة على العقلية اللي يستخدموها الناس. خلينا نشوف هذا الفيديو مشاهدينا ونعلق عليه بعدين. كارثة راح تصير بالعراق إذا ما تلاحقنا. مجلس النواب يناقش أخطر قانون على المجتمع، قانون الأحوال الشخصية. يسمح بزواج الفتيات دون السن القانون، كلش طبيعي تشوف واحد شايب ماخذ له طفلة عمرها 9 سنين. تفضل. إتاحة عقد الزواج خارج المحاكم المختصة، حتصير عقود زواجات غير رسمية، وتخيل الحقوق اللي راح تضيع. يا أبش حياكم. النفقة على الزوجة بشرط الاستمتاع، أي الزوجة التي لا تمكن زوجها من الاستمتاع بها لا تحق عليها النفقة. والله استحي أعقب على هذا الكلام، بس نقلت لكم المقترح بنص العبارة: حرمان النساء من الأرث في العقار، حرمان البنت من الأرث كاملة. بعد ما كان الطفل بعمر 15 سنة يتخير بين أمه وأبوه في حالة الطلاق، هسه صار بعمر 7 سنين. طفل بهالعمر إذا تخير بين الشبس والنسلة راح يحتار، هسه راح يخيروه بين أمه وأبوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقولون حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل. يعني أنت ختام الفيديو هذا، يعني أنت شرحتي عن وضعك، حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. يعني انت ما عندك عقل، انت رحتي بحثتي شفتي القانون على شنو السند، شلون عرفتي انه هذا القانون يجبر زواج الاطفال ب9 سنوات، وانه ما الى الزوجه ما لها ارث والبنيه ما لها ارث، وايضا تضيع الحقوق. يعني ما اعرف الناس على شنو تستند. قانون 59 يعني هو قانون وضعي ووضع بصوره عاجله، يعني هذا قانون يعني مستند على الشريعه. يعني احنا مو يعني سواء الشيعة او السنة هم راجعين للدستور، ودستورنا القرآن،